ديننا الإسلام يأكد على السماحة، على الرأفة، على الرحمة، مو بس بين البشر وإنما بالحقيقة حتى الرأفة بالحيوان. طبعاً أكيد، وهذه يفترض أن تكون قبل البشر. أكيد والله. زين، الملاحظة هنا من خلال دائماً التصوير، وأنا مرات أحجب هاي المشاهد، يعني أحجبها دائماً، ويمكن المشاهد أيضاً يلاحظ بأنه أطلب من الناس أنه ما تأذي الحيوان، بس كل واحد شايل توثية معنجرة من توث وزانة رطل خوش بيها نضد لو صار المطل. لا ما يصير. زين، هذا أريد منك إحنا نصيحة من خلال قناتك. يا الله نسمع. أي واحد أي واحد يشتري ياخذ كثير. عفية، ياخذ كفيل. اي واحد يشتري، اي واحد يشتري، اسمعوا هاي النصيحه، ياخذ كفيل. اذا ما تعرفه تاخذ كفيل وتاخذ موبايله. هسه موبايل، اكو واحد ما عنده موبايل؟ عافيه. حتى اللي بالصحراء ما عنده موبايل. هواي ناس، شوف اكو شنو، عفوا، اكو يصير اشكال. انا اشتريت هالدابه بدون كفيل، جاء واحد وقال هاي مالتي. صحيح، وقلت له ما اعرفه. اذا انا المسؤول. انت المسؤول مو بالضبط. هاي من اشتريتها؟ استاذ ماجد. يابا هاي استاذ ماجد، وانت استاذ ماجد. ممتن لك لهاي الملاحظه. عيون استاذ عيني. طب والشطره والغراف عنت علي. وجاب الغراف طير المجرف. شو صدق جاب الغراف طير المجرف؟ ها والله ما ادري. من خلالكم سلام. بس هذه الناس ما بيها حلال. هذه حلال زين. اي ما بي... انا ملاحظها ما بيها كثره حلال. حلال قليل بالناصر. لا لا احنا زين، يعني المطافيل يعني درجه اولى، مو منا ها؟ مو مثل غادي يقول لك هنا درجة أولى. هناك ثافة حلال ينزل هواي. ايه. حلال هواي. اي شيخ. يقول استاذ طرة طوارف. طرة. طرة يقصد مجموعة. مجموعة. ما زاد عن أربعة يسمونه هنا طرة. هاي 13 وحدة استاذ. 13 وحدة لحد. مشاهدينا الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الخميس 19 من شهر سبتمبر أيلول 2024. أيام العمل في هذا السوق الاثنين والخميس، ويبدأ العمل من الفجر، قبل الظهر ينتهي السوق. مكان السوق قرب مديرية مرور ديالة. يقول الشاعر عريان السيد خلف: المحنة البلقوة ما تراد، المحنة البلقوة ما تراد، يا محلى النفوس بكيف هم نتحن. تحياتي لكل واحد يتابعنا، شكرا لمصورنا سيف الزهيري. جايب لنا نعجة عوسية. يقول عوسية، ما أدري عوسية مو عوسية. عين أحمد عملتها بيش؟ 800. شو قد مصلة؟ 600 مصلة. هاي نعجة أحمد. أحمد من يامو كانت؟ وين؟ وين؟ وين بالمقدادية؟ وين؟ بالحساوية. بالحساوية. عيني يوسف. هلا عيني. شلونك؟ زين. يا أبا جايب يوسف، شلون صخر هذا مشتري له؟ سويته. ليش اخذته؟ باربعة. 400؟ ايه. 400 ماخذ يوسف. ايه. فحل. يابا يوسف يريد فحل صخوله، يريد يغير صخوله. خوش صخر. خوش صخر مو؟ ايه. تضريب على افغاني حلو. ايش قد عملتكم عليها؟ 800 قلت؟ 800. 800 الزوج. ايه. جاي يندفع بيه شيء؟ والله جاي يندفع. ايش قد؟ اعطيتهم 5.5. 5.5 مدفوع ب 550,000. الماخذات الفحل مو؟ ماخذ علي. على شهرين. شهرين. اه شهرين عشارة عليهم. نسيوا فحل، ايش قد مدفوع بهن ذني؟ 3.5. اثنين هن؟ ايه 3.5. 350 مدفوع بهن. نعم. مصلات 350,000، والتعامل هنا بالدينار العراقي. وكل 100 دولار تساوي تقريبا 149 150 الف حسب السوق الموازي. وعباس آل نهير جايب سيت. اليوم جايب لك الحلوات. زين. وراها توم. وراها توم. ايش قد ندفع بيها؟ انا عامل عليها بواحد ومية. احنا على العمله 1,100,000، ايش قد ندفع بيها؟ وصلت 800 وبايع. 800 دفع بيها يقول 800. هاي التاكسي. هاي الدرعة الأسود. درعة. إيه. من قورعية صارت من شهرين المخزن فحل. إيه. نعامل عليها 900 وبيها مجال. 900 وبيها مجال هاي. إيش قد ندفع بيها؟ وصل 6.5 وما بايع. 650 مدفوع بيها. فيل، وهذا ابنها. هذا ابنها فحل. عمره تقريبا شهر.
لا اكثر. اكثر زين. مصطفى هاي ايش قد اندفع؟ عمله 950 عمله. ايش قد وصلك؟ بعدها ما مدفوع فيها. خير ان شاء الله. هذه الماعز العراقيه مدفوع بها 250 وما منطيها. هي شنو شرع؟ شرع. شهر 3 اشهر يقول. ابو امير. اي نبغى احنا احكي لنا. هاي اجدع سنين مبدله وعشرها اكثر من شهرين. نعم. طفله بعدها ما والده. اي. عملتها مليون وربع. بس لعابه. ها؟ لعابه وشون جماليه قرين وقابزه وانفعل والله فوق السبعين ادراعيها. هلا ما خربانه. عيني هاي. والله هاي عامل مليون وربع اجدعها. اول بطن والده بس بطن وحده. مليون وربع. اي اكو ملاحظه ابو احمد. نسمع. اكو ناس شو تجيب لها تطعن بيها، يعني لو تجيب درجه اولى من فوله يحط بيها لولا، تجيب وسطان لازم يطعنون. هذا الطعن شنو ما ادري. يعني شنو هالعشا السامع الضاربه بهاي الناس ما ادري. ابو امير. اي ابو احمد. الكلام إيه؟ صفة المتكلم. إيه هاي يعني بس يعني ما أدري شنو اللي استفاد من هذا العدس ما أدري. هيك ما يستفاد إيه؟ هو. إيه بس لازم يطعن يعني تجيب درجة ولا يحط بيها لولا تجيب مو زينة يعني شنو هالضربة ما أدري. إيه بالله. أقول لك. إيه رب أحمد. هو شلون هذا ما أدري شلون يقول لك العين ما تحب الأرجح منها ما أدري شلون. إيه هو حتى مثلا يقول مجدي ما يحب مجدي. اه انا إيه يعني هسه اضعف الايمان. اي هذا إيه. خير ان شاء الله. خير زين. الاول. اي هذا عملته مليون. زين. هاي عملتها ب 650 هم اجدعها. نعم. هاي عملتها ب 750. زين. وكل اسعار مو نهائيه 700 800 900 كل اسعار بها مجال. بها مجال. اي. اي حتى المشاهد يعرف انه بيها مجال مو نهائية مو قسم يلوموننا. اي حتى هواي اشوف تعليقات يقول لا تصور ابو امير يذكر اسعار غالية. انا مشتري هسه انا اشتريتها هسه هاي. اي نقول مثلا اشتريتها ب 800. نعم. بيش عامل ب 825 ما حد يشتري مني. عامل مليون يجيك مشتري يعطيك 8.5. هي ترى مو كيف ابو امير وغيره هو اكو سوق يحكم. ساعة فيها. اي اي سوق يحكم. سوق يحكم. صحيح. وهي حاسه زينه هي تبيع نفسها. مضبوط. اي. اي. بعد اكو شيء عندكم؟ لا هاي موفقين ان شاء الله. الله يعزك. اي. ثلاثة معابير وفحلهن وياهن، وين الفحل؟ هذا الفحل. هذا التاكسي. بين النساية. اه. بين عامل 1 و400. كلهن؟ أربعتهن. ايش قد عملتكم؟ 1 و400 وجاي يوصل 900. جاي يوصل 900، مليون و400 العملة. ويخسر على هذا الحكي. 900 يخسران. 900 يخسر. ان شاء الله. ايش قد عمره هذا؟ والله بعلم ايش قد سعره هذا؟ 300 هذا المحل. خير ان شاء الله. يعني عملت 300,000؟ 300. ماعز تضريب ورا هذا بنها هي وبنها ايش قد مصله؟ عابر الـ400. عابر الـ400؟ ايه. عملتك ايش قد؟ 6.5. 650 العمله. حله كلها لو بها؟ اربع فطايم. المجموع الكل ايش قد؟ 12. العدد 12، 8 في حله والبقيه 4 فطايم. فطايم يعني اناث. 850 العملة؟ اي وصل 7 وربع. 725,000 مدفوع بيها. ابو عمار عيني؟ عين استاذ. شو صاير مثل هلال العيد؟ والله هاي السوق رخيص وتطلع لك شوال غالي. اه اي والله. هسه هذا حلالك إيه؟ مالتك مو هذا؟ اي مالي. حلال جلولاء؟ جلولاء. رباطكم؟ رباطنا. خير ان شاء الله. ايش قد العدد؟ 12. 12؟ ايه. زين. كلها في حله؟ كلها في حوله. العمله؟
والله جاي نطلب 8.40 طن الا ربع 7 الا ربع 825 جاي ندفع بها 675,000. كل التوفيق ان شاء الله. انا الخلق انا ابو احمد سلام الجلولاء والهلا يسلمك لابو عباس لابو عباس يوصل 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 عيوني على راسي. ألف هلا. مؤمل الانصاري من الجديده شلونك مؤمل؟ زين الحمد لله. شلون صحتك؟ الحمد لله. الجديده شلونها؟ زينه. انت جاي تشتري مو؟ ايه. اشتريت له بعدك؟ بعدني. ان شاء الله تحصل. يلا طلي خشن وتضريب على عرشيلي حلو. عملت تعاملون 900 وموصل ايش قد؟ 6.5 موصل. من منديلي هذا طلي؟ لا العنبقية من ناحية السلام. خشن ما شاء الله. يرحم فحولية ويرحم يرحم على الكصابة أيضا. واليوم محمد السامر رائي جايب لنا ما شاء الله طليان خشنة وثقيلة. شقد جاي ندفع بيها محمد؟ شقد تعاملون؟ يندفع له العملة. العملة 1,100,000 عملتهم 1,100,000. لا تضرب لا تضرب لا تضرب الحيوان ما ينضرب. ماجد لن يستعلم تصريح. ايه حجي فلاح ما شاء الله. ابو فلاح العفو ابو فلاح. اي حجي ابو فلاح نصحح. مرات الحواس هم تخطا. اي طبعا اكيد. اي زين يجيب هم حلوات وهم نظيفات. الله يحفظك وان شاء الله هو كذلك. الله يحفظك استاذ. الله يعزك بارك الله فيك. خلنا نعرف شلون عملت هنذني. والله عامل عليه البحر 1,400,000 عملة. اي بس في مجال اكيد دائما اكيد العملة بيها مجال. والله انا دائما عندي شعار انه انت تسهل يا الشراي. يبارك بك. هو هذا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى. ممنون لك حبيبي استاذ. ديننا الاسلام إيه نعم. يأكد على السماحة طبعاً. على الرأفة أكيد. على الرحمة أكيد. مو بس بين البشر وإنما بالحقيقة حتى الرأفة بالحيوان طبعاً أكيد. وهذه يفترض أن تكون قبل البشر أكيد. والله زين الملاحظة هنا نعم. من خلال دائماً التصوير وأنا مرات أحجب هاي المشاهد يعني أحجبها دائماً ويمكن المشاهد أيضاً يلاحظ بأنه أطلب من الناس أنه ما تأذي الحيوان بس كل واحد شايل توتية معنجرة من توث وزانة رطل خوش بيها نضد لو صار المطل. لا بس زين هذا اريد منك احنا استاذنا. هذا اول شيء وصية يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصانا الرأفة بالحيوان. الرأفة بالحيوان نعم. الرأفة بالحيوان يعني انت ما يصير مثلا تاخذ الذبيحة وتروح تذبحها لا تعطيها مية لا تعطيها اكل. لا احنا على الضرب هنا. لا الضرب مو جائز ابدا. ها؟ ابدا مو جائز مو جائز مو جائز لان هو عنده احساس مثل بني ادم يعني من تضربه يتالم من يعني انا شايف جماعه لا مو جايز شايله توتيه وعلى الراس مالها ابدا مو جايز ابدا مو جايز ابدا مو جايز يعني هو نفس احاسيس بني ادم. بني ادم بيدم هو بيدم مو يتالم بني ادم هو ايضا يتالم فمو من الجواز انه تعتدى على الحيوان وتضربه قسوه او كذا او نعم. ما تعطيه اكل. طبعا هاي الملاحظه ما يجوز ابدا. من اخونا عماد الاركوازي عراقي مقيم في امريكا. الله يحفظك. احنا ممنونين له والملاحظه بس احنا بصراحه من البدايه من بدايه اول مقطع احنا كنا ناكد على هذا الشيء. والله هذا الكلام اللي هو توجه لي. اي هذا حقيقه اذا كان يدل على شيء فانما يدل على انه هذا انسان طيب وانسان مسلم وعنده رافه وعنده محبه للنبي عليه الصلاه والسلام. نعم. فتحياتي له وبارك الله فيك. يبارك بيك ممنون حبيبي حبيبي على راسك. هذا سوق الاغنام الجني. اخونا عدي رشيد جايب هاي العجه مال جني. مو هاي مال جني بشق جني ورجين ثاني بطن وعشار ابن عظم ما شاء الله. والله ان شاء الله مشط جني مشط قوانطي خير ان شاء الله. ايش قد عملتك عليها؟ والله عام 650. 650 يعامل على هاي 650. هاي عملتك؟ عملتي. ايش قد اندفع بيها؟ والله ناس تطلع 5 الا ربع وناس تطلع 5. من 5 وجوا مصله. اي
خير ان شاء الله. ممنون عيون عمي غالي، تحياتي. الله يحفظك. ممنون. هو اخونا حمود اللباخ من بحيره حمرين وجايب لنا سلام، هو اللي يشتري. الله يحفظك. سلام من بحيره حمرين. ايه شعبان ابو علي، سلم عليك هواي هواي. الله يحفظك ويحفظك. حكمان ابو حسين. نعم. وسمير ابو عمر وباسم ابو مصطفى ويونس ابو عمار. ممنون. حتى نختصرها سلام للجميع. كلهم متابعينك وسلام هواي هواي. سلم نتشرف بيكم. الله يسلمك. سلام الحمرين واهلها. الله يسلمك عيني. فحال عرشيلي هذا، هاي الغنم عليها عشار وعملتها الزوج مليون. هذا الفحل ايش قد احلال يا احلال هذا؟ هاي الثاني. ثاني؟ اي ثاني. شلون العمله مالته؟ عمله 7.5. 750 الف عملته. ها عيني؟ اي 750 عمله مالته. ايش قد جاي ندفع بيه؟ هذا يوصل 6-6.5 شيرات. 6-650 وبعد بيه شيرات؟ اي بعد شيرات. ثلاثة؟ اي بعد بيه شيرات. اي نعم. ويوسف اصغر بياع شراي هنا بالجوبه وجايب لنا ذنن انعاج عشار عليهن عشار. عشار؟ وحده حاطه وحده. اه ايه اثنينهن عشار، وحده حاطه يعني على اولاد. هاي اول وحده؟ هاي الحاطه. وهاي ثلاث اشهر عليها. شلون تعاملون عليهن الزوج؟ 1700. شقد؟ 1700. مليون و700 يعامل يوسف. يا اهلا بيوسف. عراقية ما شاء الله خشمة، عملتها 1,300,000. مليون و300. دائما العملة بيها مجال مو سعر نهائي. هلا بأستاذ. حبيبي شلونكم؟ هلا بأستاذ. هلا بالشباب. عيوني هلا هلا. شلونك عيني؟ عمري. شلون صحتك؟ الله يحفظك. يابا خوش شايل لك توثية. اي والله شو تسوي؟ خير ان شاء الله. الله يسلمك. عيني. عليكم السلام ورحمة الله. عيني الله يبارك فيك. ومحمد جاي عامل على هاي العجة. هاي عشرة؟ عشرة. 3 أشهر. 3 أشهر عشرة عليها. 3 أشهر قد عملتك؟ عملت لي 5.5. 550 داي عامل. ايش قد جاي يندفع بها؟ 4.5. 450 ألف جاي يندفع بها. متابعك يوميا. ابو من ابو من؟ حسين الفهداوي. حسين الفهداوي على راسي. الله يسلم راسك. يقول متابعك يومي بس يوم. من ادري من يوم كرن. من الكويت واصل. اتشرف. الله يسلمك. واصل وين باصل؟ واصل كبيره طويله. بنفس الكويت يعني. بنفس خير ان شاء الله. اي خادم راح اكملك. صار هاي فلوسك جاهزه. واليوم جيت على ابو زهراء اخونا. ما يقصر ابو زهراء ان شاء الله. ما قصر وياه. خدام احنا خدام. لا كل المحافظه. اخ عزيز يبارك فيك. كل المحافظه. الله يحفظك. الله يحفظك. يعزك. احنا نوصيكم بالمحافظات. والله على راسنا. على راسنا. واحنا خط واحنا فراش. ما كيفصوا. يدللون. الله يبارك فيك. اهم شيء اهم شيء البيع البايع. أن يكون صادق مع المشتري. لا الحمد لله أشكره. بعدين ديالة هي أم الخير. أنا البارحة اتصل علي ولد. ما بيها لا بيها زين لا بيها ذي. البارحة اتصل ولد علي من الناصرية. أريد هاي الملاحظة يسمعها المشاهد. إن شاء الله إن شاء الله. يمكن بالساعة ونص هو مشتري من الحلة. المهم بالساعة ونص هم هسه أنا لا صنف. أنا أريد أودي رسالة. أنا مجرد إعلامي ناقل. إن شاء الله. ناقل للحقيقة. إن شاء الله. كما هي. إن شاء الله. فهذا شغلتهم يم الصنيف البائع والمشتري. صحيح. صحيح. أي. والله صحيح. ممنون لك. حبيب قلبك. على رأسك. أنت العزيز. سلام للكوت. وأهلها. أنت العزيز. يحفظك. اليوم شرفونا أهل أبو الخصيب. أنت الشرف. منورين الجوبة. أهلاً وسهلاً. على رأسك. يسلم يسلم رأسك. إي والله. والله بديارهم مو غربة. بديارهم. عفية ابن العم. والله بديارهم. عفية أبو فاطمة للميعي. كل الهلأ. إلك ولأهلك. أهل الديرة هم. عيوني حيدر. فاطمة المنيعة عمي.
ولد عمي ابن عمي شمري عمي احنا نشرفه كل العشايا كل العشايا ايه العراق واحد ان شاء الله ان شاء الله واحد ايه ابو جواد وحجي لا تجيب ابو جواد ايه اخذوا نسوان اها ابو فانو راح تحت انا وابو فاطمه فاطمه ايه اقول لك راح تحرقون فيلم عليهم بقينا بس انا وابو حسين ها؟ بقينا بس انا وابو حسين بقى بس حيدر وعلي فارس شو يقول ابو حسين؟ انتم راح تحرقون فيلم عليهم هناك علي فارس الرجال يدور له على بصراويه خير ان شاء الله وداقي له صدر وقايل له موجوده البصراويه لا قايل لك علي انتم جاي تلقف انتم جاي تعال انت استاذ ماجد نوبتين يجي ونعزمه على مره ونقدم له المره احنا جاي نشتري شو اسمه حلال لون نسوان ولا ياخذ ابو محمد ما يخاف ياخذ هذا هو عيني موفقين عيني. ان شاء الله اشتريته ولا هلا ابو احمد اشتريته اشترينا ان شاء الله هسه هاي شنو هاي هاي بيتش حلوه لا يعني قصدي ماخذ الفحل لا بعد ما ماخذ هاي خير خشنا نعم ليش صارت له ما انت هم على باب الله ما نذكر سعر لا 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 لا, لا. احنا دنبيع هسه دنعامل بثلاثة ثلاثة الاربع وصلت 2 و100 وصلت 2 و100 اي وصلت 2 و100 خير ان شاء الله هذا هو يلا موفقين والشطرة والغراف عنت علي وجابل الغراف طير المجرة شو صدق جابل الغراف طير المجرة ها؟ والله ما أدري شكو بالغراف يا أبو أحمد الأسعار عندكم كلش غالية الأسعار عندنا غالية هو بس عندنا اي والله كل العالم لا لا فرق ها؟ لا بالناصرية مو هي كل العالم غالية صحيح احنا من الملاحظ بالجوبات كل الجوبات شلون يقول لك مطر عام ايه مطر عام وكذلك اكو ركود الملاحظ بالسوق ركود ايه ركود ياكو ايه اكو شلون الناصريه والله زينه الله يحفظكم الله والديك من خلالكم سلام بس هذه النافله ما بيها حلال هذا حلال زين اي ما بي... انا ملاحظها ما بيها كثره حلال حلال قليل بالناصر لا احنا زين يعني المطافيل يعني درجه اولى مو من ها مو مثل غادي يقول لك هنا درجه اولى هناك ثافه حلال ينزل هواي ايه. حلال هواي ايه زين. اي ويعني الاسعار بس شويه الاسعار كلش يعني مرتفعه انا مو مثل مو هو ترى هنا طريقه عمله يعامل بسعر ويبيع بسعر صحيح يعني مثلا اذا عاملك باربعه ونص احتمال يبيع بثلاثه وربع ايه صحيح اكو هيجي ايه صحيح موجود يعني نوصل هنا اي احنا دائما نقول لهم يابا ليش ما تحلون مثلا فرق بسيط بالعملة 100-200 عافية يقول لك إذا أقول له الشكل ايه؟ إذا أقول له مثلا بثلاثة وربع ينطيني 2.5 صحيح أي فهذا اللي يخليهم يضطرون أن يرفعون السعر إلى أن يتواصلون هو واحد يشتري بعقل يعني فما يشتري أي بعقل على رأسي الله يحفظكم عيني حياك الله وعلي آل حج ذياب شونك عيني شون الصحة عمري هاي والدة والدة هاي وراها نفية مو أروح حولية حلوة هي هم حلوة ما شاء الله أبو علي لا تضرب رحمة الوالدة أي علي علي شقد جاي توصل علي أي عملتها بخمسة خير إن شاء الله نعم عمري الله يحفظكم ايش قد جاي توصل عيني والله 4-4 و100 4-4 شلون الهويدر خير الحمد لله سلام للهويدر الله يدير بالك الله يسلمك عيني على راسي هذا كله سوق الأبقار والمطافيل بعد من بطن وحده ابو حسين عيني عيني جايب لنا اليوم
والله هالهاشر. ايه. السلام عليكم. هاي شلون عملتها؟ وراها عجين؟ اي عجين وراها بدنا نعمل عليها بثلاثة و وعشار همين عشار علي؟ عشار 40 يوم. اه ما ينعد 40 يوم ما ينعد. ما ينعد اي. زين. عملتكم ايش قد؟ والله مصلة 3.25. ايه 3.25 مصلة. خير ان شاء الله. جابوا خضير يقول تعال لنا وجيتكم عيني. ايه سولف خضير عيني. جايب هاي مقرون؟ والله هالمطبخ مو مطبخ نجبه. تقول مطفل انت؟ لا. ها؟ مات ابنها وذبتها خطيه. ذبتها ابنها كل يوم. ابنها شبيه؟ ما ذبتها من نايه. طلع ميت لو شلون؟ اي طلع ميت ذبتها. اي هسه الجبه هي. زين. نجبه. حلابه؟ اي والله خير من الله حيبه. ايش قال؟ والله لسطلها كبله. شون؟ سطلها الكبرى. يعني احكي لي مو بالسطل، احكي لي باللتر بالكيلو، ايش قد تحلب؟ كم كيلو؟ يمكن 11 كيلو 15 كيلو. باليوم؟ اي والله، الوقت يهم. اقول لك انت شو يمكن غير متاكدين من عندها. المهم يلا ايش قد موصله؟ والله اذا 2700. تريدها ب 2700، ايش قد وصلت؟ وصلت مليون ونص. مليون ونص؟ اي والله. خير ان شاء الله. ما نعطيها. ما تنطيها. اخونا كريم البهرزي او الكرخي مو الكرخي على راسي ولا جيس لا قطعته. الله يسلمك رحم الله عيوني. والله حج استاذ ماجد هاي الاجبه. هم جايب الاجبه؟ اي الاجبه على كل عين. زين. ولاد جديد. ولاد جديد. اي والله. زين. ياخذها حليب ودسامه. زين اسمح لي انت خل نفتهم ليش تشتغل بالاجبه؟ بجر حولي اول بطن. ليش تشتغل بالاجبه؟ اه عيني؟ ليش بالاجبه؟ هو شيوالي بنشتري. اه شيوالي. على باب الله. انت مو اختصار شيوالي. لا لا شيوالي بنشتري. خير ان شاء الله. هسه هاي الاجبه. اي استاذ ماجد. ايش قد عملتها ايش قد مصر؟ بثلاثه وبها مجال. عمله؟ اي. وصل اندفع بها شيء؟ والله نطانا بها 200. 200 و200. اي والله. خير ان شاء الله. فجرها هيك خل اشوفها زين. بعدها بكر. زين. ياخذها مو حرامات بها. موفقين ان شاء الله عيني. الله يسلمك. يوم يتابع يمكن ساعتين ثلاث ساعات. على قناتك خير ان شاء الله تتفاجئون. انت طيب وقناتك يعني خير من الله. انتم المتابعين طيبين. انت ذهب. الله انتم الذهب. عمري الله يحفظكم. عيوني على راسي. عيوني. هذه وراها بكر. بكر حلوه طبعا بنتها احلى من عندها. شم بطن والده هاي؟ اول بطن. زين. ايش قد تعاملون عليها؟ 3.5. عملت 3.5. دفع بيها شيء وصلت شيء؟ ثلاثة. ثلاثة؟ مصلة ثلاثة مدفوع بيها ثلاثة. زين مو هذا هو سعرها لو؟ لا بعد بكرية ما شاء الله. اه. يعني بعد بيها فد 50 هيجي؟ اه 100 اه خير ان شاء الله موفقين. انا ابو احمد. عمري. انا ابو احمد. جايب اليوم؟ والله جايب انا اشتري. الاجبه هاي لو؟ شار هاي لو؟ شار عليها خمسة وتحلف. اه. شار عليها خمسة اشهر. وتحلب. كم بطن والده؟ ثلاث بطون لو اكثر. زين. ايش قد تعامل؟ والله عملت 3.25. 3.25 العمله. عمله. زين. وصلت شيء؟ وصلت والله 2.500. مليونين ونص مصله. موفقين ان شاء الله. واخونا محمد بن الهويدر خلينا نشوف ايش جايب لنا. يسلم راسك. ثالث عليها 7 أشهر. اي بيها شف حليب. اها وها يعني انت محمد هلا قود الكاس بيها شف حليب ما قلت بيها 20 لتر. لا 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 هي لان عايشه 7 أشهر. اي يعني نجي فيها حليب ونقول هي ذبحها ما مصطها ان شاء الله. اي اي بس تشذب على العالم. لا 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 ما نريد تشذب. ايش قد العمله؟ العمله 3.5. عملتها 3.5. اي زين. السلام ورحمه الله. ايش قد مدفوع بيها؟ والله عليها 700. 2 2700 مصله. احنا مشينا 2750. اها وطونا 50 هم 2800. بس ما الدرهم. خير ان شاء الله موفقين يعني. جميعا رحم الله والديك. مشاهدينا الكرام هذا المكان او هاي الزاويه هي سوق الأبقار المطافيل يسمونها أو سوق أبقار الحليب. أبقار الحليب
لان هنا جوبه والصفاء او سوق دياله العلوه سوق المواشي هنا تنقسم الى مجموعه اقسام منها هذا القسم ابقار الحليب منها قسم للماعز والاغنام كذلك قسم للاغنام الجني سوق العجل عجل القصابه سوق العجل السرحي سوق الجمس سوق الشوال سوق الاباشير فهذا سوق الابقار ابقار الحليب هذا اللي جاي تشوفونه عند امانه يريد يوصلها احكي عباس سلام لحسينك حوش نخلص انت تريد تخلص اي عاد تخلص ليش تريد تخلص يهددنا بذيك السالفه لا 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 والسلام يوصل منا بالمباشر لحسينك حوش يلا هذا هو متابعينا وصلنا لاخونا كرار الحسناوي اليوم خلينا نشوف ايش جايب هذين شنهن والله هذين كوره كوره اي انتم الفحل يسمونه شفج مو اي شفج زين هذا فراتي فراتي اي وهسه جبنا لك مره اثنين اثنين حتى نميز بين الفراتي والجنوبي احكي لهم احكي هذا الجنوبي احكي للمشاهد خلي يشوف المشاهد شنو الفرق هذا الجنوبي زين هذا الجنوبي لاحظوا يصير اصفر اي يصير فيه ارفاع ارفاع مو مثل الفراتي شوف الفراتي امتن زين الذيل ماله اكثر منه الذيل اكثر من ذاك الذيل خل بس يشوف المشاهد هذا ذيل الفراتي هذا ذيل الفراتي هذا العفو الجنوبي هذا الجنوبي هذا الفراتي نعم مكفاهم انا اعرض اي عموما حتى شكله يصير احلى اي على راسي عمري لان استاذ ماجد العمله عليهن ب 3600 اثنينهن اثنينهن 3600 اثنين مواصلات 2850 2850 نريد من خلالك نوصل نعم. ملاحظة نعم. للي ينطونا الأسعار نريد رجاءً نريد أسعار حقيقية كما هي والله حقيقية هذا هو والله حقيقية. ممنون لك لا أنا نفسي الله يحفظك حسين من الأفضلية مربي جاموس نعم شلونها تربية الجاموس برأيك والله هسه تربية الجاموس زينة ها الحليب غالي والعلف الناس ها زينه هسه اي زينه زين احنا نتمنى من الدوله من خصوصا وزاره الزراعه العراقيه ان تهتم بهاي الثروه المهمه نعم. الجاموس انا اعتبره من افضل الثروات الموجوده بالعراق اللي تحتاج الى التطوير نعم. وتحتاج الى نعم. الدعم نعم. اخوتي وزاره الزراعه ادعمونا هذا القطاع اي والله اي والله اريد هذا اريد اعلاف اي والله اريد اعلاف مو بس اعلاف انشؤون يعني شجعوا على مشروع الحليب تبريد وتجميع الحليب نعم. احنا ليش نستورد حليب نعم. ليش نستورد جبن ليش نستورد قشطه ليش وكلها امراض النوب كلها هاي كلها بها مواد حافظه تتحول الى امراض مثلا مشروع المراعب السعوديه ما شاء الله مشروع راقي وناجح احنا ليش ما نباوع داير مدايرنا دوله مهتمه به نعم ابو حسين عين. هسه جار ايه؟ هم يعاين على جاره نعم. من شافه اشتغل شغل زين هو هم يشتغل مثله نعم. هسه احنا شبينا هسه بخيسنا غيره عاد خلي غارون ايه احنا نريد غيره الغيره راحت من عندنا ما لا 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 ان شاء الله ما راح الغيره العراقي هو براسه هو بالغيره هسه ثروة الحيوانين مو خالي صحيح العراقي هو بالغيره مدونا بالعلف مدونا بالعلف ايه والحشيش الاخضر ويدون بالهم علينا ايه ان شاء الله فمو يجيب لك حشيش شلون؟ فمو يجيب لك حشيش هم يدعمون الفلاح غير تزرع هم يدعمون الفلاح حتى يزرع كيمياء ويدعمون اي مو الحكايه بتحكيها تجعدل ها؟ تجعدل الحشايه على المول اي يدعمون الفلاح تدعمك تعطيك قاع وانت تزرعها لا احنا نقول يستلمون الحليب انشاء تشجيع على انشاء معامل تبريد وتجميع الحليب استلام الحليب وينطونهم اعلاف وفلوس هسه موجوده
وين موجوده؟ سعد ماجد، انا عندي ثروه حيوانيه ما جمس خير من الله. الله يوفقك. بس الدعم راح من عده، قمنا نبيع من عده ونشتري عليه. صحيح. الحليب ما يسد. اي نعم. ايه. احنا على تماس مباشر ويا هذا القطاع وجاي نشوف. قلنا اكثر من حلقه المربين اللي كانت عندهم اعداد هائله بالسنين السابقه اقصد. نعم. هسه ماجد اكو سؤال. اي. احنا هسه قصاصيب. نعم. القصاب من يبيع لحم اكثر بالدين. اما مطاعم اما انت وغيرك تيجي تقول ما عندي فلوس. والله صحيح. الدولة تريد من عندنا تقول هذا جيبوا هذا مرات بكي كارت. ايه. زين احنا هذا شو نسوي بي؟ ابيع الكيلو لحم يحط لي بي فلوس عنده فلوس بالبنك اروح اجيب فلوس انا من البنك. ابو من؟ ابو عباس من بوهرس. على راسي. نتشرف بيك وبهل بوهرس. احنا قاعدين مثل ذاك اللي يقول هاي 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 قضيه جيده يعني احنا هي جيده. هو من ياخذ باللحم بالدين؟ كله بالدين. كل ها هذا اللي عنده راتب ياخذ له مثل 30 كيلو 40 كيلو ايه؟ ودي يجي ياخذ له نص كيلو ينطيني مثل 4000. اي زين انا ال 4000 اخوه ما احط هوا بي مو الا عنده هو فلوس بالبنك. ايه؟ واحد مثل ما عنده طبعا فلوس اكيد يدخل بهذا الجهاز. انت ابو انت هم لا تدوخ كلها لا يعني قصدي كلها راح تصير هالشكل. ايه وين شو راح تروح للبنك؟ ايه راح تروح للبنك انت خام راح تروح تعني على 4000. وهذا الاثنين ايضا لاخونا كرار الحسناوي. ها كرار الحسناوي. اي الحسناوي. ايه لفظت مو صحيح يعني. لا لا لا, لا. هو يدور على هالشكل. لا لا هذا شكله. اي الاستاذ ماجد. اي تعال جنب. لا لا ما حاجه. يقف هنا يمي يقف يمي. يلا يلا اوقف يمي اوقف يمي. اي عيني يا كرار. عين استاذ ماجد. أي. عمله عليهم 3400 عمله. اي ليها سوالف تفر بين شيء. هسه السوق راكد. صحيح. سوق مال الجاموس ومال البقر ومال كل شيء راكد هسه. نعم. ماكو سحب. ما نزل بس راكد ماكو سحب. خير ان شاء الله. ممنون لك. استاذ ماجد. على راسي. هذا سوق العجل القصابة والإخوان من بغداد من تقاطع الجسر الفرنسي. اي الجسر الفرنسي. هاي الديوانة من اللي زراعية. الديوانة من العوادل قرية العوادل. على راسي. الله يسلمك. خير إن شاء الله. معظم المدن المكتظة مثل مدينة الصدر وغيرها بدأوا يشترون ديوانة. يشترون. أشوف أنا أفضل. همي أنا خلصان شوية راسه بارد. راسه بارد. ها؟ ليش منعوهم؟ يقول الارض الزراعيه ما تنباع. ها ما تنباع. بس هوايه بيوت بيوت هوايه بالالاف بالالاف. مو صحيح؟ اي القاع صعدت هوايه. اها يعني بيش الدونم هناك؟ دونم 150 هسه. اها عشان العام. اي نعم. إيه صعدت. خير ان شاء الله. الله يحفظك ويرحمك. وعبد القادر تعرفونه؟ اي اشهر من نار نار على علم بيت احمد بلقه بوهرز. أيه. بس اليوم شو هو عايف السوق وما ادري جاي السوق ماكو وهس بيجيني كله نازل صار 3 اسابيع ماكو. زين اسمح لي هسه هذا شنو؟ هذا طلعنا برا وشفت انه اشتريت انت قلت بالحق لي كبره نسوي التشري. اها الله خوش. يعني هذا مشروع خلينا نقول ثانوي. ايه هالواقعات الحب الواقع. ايه الجريش المدري شنو ذني ياكلني بالزبل اللي هو شاد ماقرات عفي. ها همي لك طنقرات. ايه 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 على القرات كلنا طفلنا والله الدجاج كلنا طفل القرات. اها الهوش. ايه كلنا طفل. يعني انت تنصح اصحاب الحقول يجنون؟ ايه بس السالفة الذار بالنكسة بيه يسوي بالعلف يصعد ينبش بالعلف ويسخن بس بس بالقرات لا تدور وراه. ايه كله يسوي من الهوش. اها والله العظيم. بس هو اذا ما نستعرض جسي الله شاهد ما نستعرض. هذا كله سوق العجل. ما جتي هسه احنا راح نطلعك بالكاميرا. يلا شو اسمك؟ احمد. نطلب من الله يستر عليك يا احمد حبيبي ويحفظك. الله يحفظك. هذن العجول وسطانيات العمله عليهم 5 ملايين مدفوع بيهن شيء؟ والله 3750 3800 جاي يندفع بيه. عملته بثلاثة. اي والله مو هواي؟ اي والله هواي بس تعال غير السميت اليوم. لا ايش قد يندفع بيه؟ والله جاول عملته بطنت. ايش قد انطر؟ نزل السوق
شقد هسه شقد نطوك؟ خلنا نفتهم. نطونا 700. 2700؟ اي والله. 2700 دا يندفع بيها. عمل متوحد. هذني عملتهن خمسة. شقد جاي يندفع بيهن؟ والله ماكو عملة. ماكو عملة. عملة ابد ماكو. خير ان شاء الله. اركان القيسي او الاركان الكروي وان شاء الله ماكو ان شاء الله ان شاء الله الكرويه هم العلم. نعم بارك الله نتشرف بيهم ونتشرف بالقيسيه من جلولا. اي من جلولا. خلينا نشوف الجايب لنا. جايب هذا العجل بالنص. السلام عليكم. هذا العجل ما شاء الله بالنص. عيني عمري يا استاذ اركان. استاذ ماجد ليش ما تجينا تجيب الجلوله؟ لا اسمح لي اول مره ايش قد تعامل عليه هذا؟ عامل عليه باربعه. ايش قد عاملين عليه بثلاثه؟ لا يوصل. اي نعم. هسه احكي لي على الجوبه. ليش ما تجي تجيب الجلوله؟ ها الجواب مو بس لاركان القيسي ولا نعم. لها الجلوله لكل الجوبات بالعراق. نعم. من زاخولة مال الفاو. نعم للبصرة. أنا ما عندي مانع وحتى خارج العراق. نعم. ما عندي مانع أصور بكل مكان. نعم. شريطة شرط واحد. نعم. إنه إدارة الجوبة هي تتصل وياي وتقول لي تعال صور. صحيح. إحنا العرب إيش قالوا؟ إيش قالوا؟ قالوا اللي يروح بدون عزيمة يقعد بدون فراش. ها؟ يقعد بدون فراش. وممنون لك وسلام الجلولاء واهلها. الله يسلمك. الله يعزك. يا مرحبا. على راسي. سلم راسي. حياك. وسلام خاص للكرويه. عليكم السلام. الله يحفظك. عليكم. ما لا تخون ابو عباس الشمري. عيون ابو عباس. ايش قد بيش ماخذينهن؟ بيش صاير عليك؟ قبل اسبوعين. ايه؟ باربعه صارت. اكو ركود بالسوق؟ ثلاثة ونص تبيع. زين خير ان شاء الله. خلي نشوف اخونا جاسم ايش جايب لنا اليوم. هاي العجول ما شاء الله. هذا رباطك لو مشتري؟ انت مشتري. زين ايش قد تعامل بيش الزوجة او ثلاثتين؟ ثلاثتين عامل ثلاثة. ايه ثلاثتهن كلهن بيش؟ تسعة. تسعة نعم تسعة وبيهن مجال. ايش قد جاي وصلا كلهن؟ وصل سبعة ونص. جاي يندفع بيهن؟ نعم. خير ان شاء الله. هذا العجل عملته 2200. هذا الحلال مبيوع 4.25. ابو ستار الاخر اشترى حلال. خير ان شاء الله. والبايع انا ابو جاسم ورقعان. عيني على راسي. موفقين. وهذا حلال خواننا العزه. يا هلا بيك. عمري. يا هلا ابو مار. الله يحفظك. شوف عينك. عيوني. استاذ ماجد ذهب. انتم ذهب والحلال هم ذهب. كله حلو. شلون تعاملون عليه؟ تعامل عليه بخمسة ونص. عملة؟ ايه. ايش قد جاي يندفع؟ وصل 4650. 4650. نريد من خلالك نوصل رسالة. ان شاء الله. الرجاء الرجاء ان ينذكر السعر كما هو. العملة لا كما مانا. هي. لا مانا. لا مانا. ترى هاي انت. لا لا مانا مانا. اي اللي يكذب حشاك انت. لا لا. يعني قصدي اللي يكذب يكذب على روحه. على روحه طبعا. مو يكذب علي. لا صحيح ابو. يعني اذا كذب علي والله وشون. لا لا عملتي ناس. نعم. لا انا مو يمك. ايه. بس بعض الناس. اي صحيح. لو تزود لو تنقص. لا ازود وناقص. احنا نريد لا زايد. لا ناقص. لا. الله يبارك فيك ويحفظك. هذا انسان من هنا ب 650 4650. السومة مالتنا عمي. نعم. موفقين ان شاء الله. الله يهديك عيني. الله يبارك. محمد العبيدي وكون من العبد. باش راسي. ثلاثة عجول. ها؟ راح ثلاثة عجول. اي. العنبقية. زين. ثلاثة ستة وسبعمية.
هذا واحد منهن؟ هذا واحد منهن، هذا اخر واحد. ستة وش قد؟ ستة وسبعمية. ثلاثتهن؟ ثلاثة. واحد شاب. العنبقية هذا نسى الحياة. يلا موفقين. كل التوفيق للعنبقية. دير بالك. ربي يشهد عليك. ربي يشهد عليك. على راسي والله على راسي. هذين العجول اثنين جاي وصلا 3 ملايين. هذين 3600 دا يندفع بيها. عامل عليهم 4 وربع. عملتكم؟ عملتنا 4 وربع. من يوم كان انتم؟ من بوهرز. يا اهلا وسهلا باهل بوهرز. فيك اكثر ابو. الله يحفظكم. وين يا مخ وصره؟ اي عم زين. واحد على الراس. الله يسلم راسك. كفو منكم. فيك اكثر على يا مصطفى من الساده جايب لنا هاي العجول كوش عجول حلوه. ست حلوات مال ارباب. سرحيه مشموسه. قد عملتها؟ والله ده العامل باربعة وربع. أربعة وربع عملة؟ إيه وصلنا 400. ثلاثة؟ وأربعمية. ثلاثة وأربعمية جاي وصلا. وصل أبو من أبو من؟ أبو شا. أبو اللول؟ أبو اللول أنا. شاي حامض؟ شاي وحامض. شاي وحامض؟ شاي وحامض. مو بس شاي؟ لا لا. شاي وحامض. شاي وحامض. ونوم بصره. موفقين. عيون استاذ ماجد عمر انطاجي. وصل خالنا العلم. استاذ ماجد هناك كم الحوالي؟ ايه؟ كم الحوالي الروح؟ يلا. لا يعني ما اقدر. يلا يلا يلا. يلا وسام احكي لي هنا. السيد. لا العفو انا مو سيد عمري. هلا؟ تقصد سيدي. السلام عليكم. هلا عيوني على راسي. ايه؟ احكي لي وسام. أربعة لأن أربعة عندي. أربعة لأن من ثلاثة وأربعمية يعني. خير إن شاء الله. يلا موفقين. هذا اللي تلاحظه وهذا الرابع. إيه. إيه. ليش تعامل عليهم؟ أنا بثلاثة وأربعمية عملة على 700 يعني. خير إن شاء الله. عملت. يعني هذا أسعار هاي. هذا اللي مبيوعات 2700 الناعم هذا. 2700 زود. أنا كيف من ناعم. أنا مال سيد باسم من باع الحلال. يابا يقول ياسر يقول لي دور غزال. هذا الغزال استاذ ماجد. هذا عمار ابو عمار يقول هذا الغزال وما يصيدونه. اي بيش هذا؟ هذا استاذ ماجد اشتريناه ب 900,000. 900,000 مشتري. خير ان شاء الله. الخاننا البطل ابو علي. عين ابو علي؟ ان شاء الله على لسانك نبيع. والله انا اشترينا هذا. ان شاء الله يمشن. باذن الله يمشن ان شاء الله. خوش 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 عجول حلوات. نعم لكن نفستوا؟ ايه لا ان شاء الله حصلين. عيني عيني سعدون. ها الشيخ ثامر عمل عليه الزوج 3700. الزوج الزوج 3700. خير ان شاء الله كل التوفيق. ايه مشترين احنا تقريبا من 3.5 الزوج. نعم خير ان شاء الله. هذا تقريبا يم 800 اخذناه. نعم وضميت على 700. موفقين عين ابو علي موفقين ان شاء الله. يقول استاذ طره طوارف. طره طره يقصد مجموعه. مجموعه ما زاد عن اربعه يسمونه هنا طره. هاي 13 وحده استاذ. 13 وحده لحد لها. زين عامل باربعه و300 عمله. ايه ايش قد المصلحه؟ والله في جنطونا 3 و400. ايضا احنا اكدنا واليوم ناكد اخوتي اخوتي نريد المصداقيه رحمه الاهل. والله ان شاء الله مصداقيه ما حكينا غير الصدق. إيه هذا هو. احكي الصدق بس لي المذهب وتلفان. نصيحه لك اولت ولا بعدك بروحتك من هان. يقول له لا لي من العيد ولا فرحان دلال. من خلال قناتك نصيحه. وعد ربنا ما ادري من اعمالي. إيه؟ استاذ نصيحه من خلال قناتك. يا الله نسمع. اي واحد اي واحد يشتري إيه؟ ياخذ كثير. عافيه. ياخذ كفيل. اي واحد يشتري. اي واحد يشتري. اسمعوا هاي النصيحه. ياخذ كفيل. اذا ما تعرفه تاخذ كفيل وتاخذ موبايله. هسه موبايل اكو واحد ما عنده موبايل. عافيه. حتى اللي بالصحراء ما عنده موبايل. هواي ناس. شوف اكو شنو العفو. أيه. اكو سير اشكال. أيه. انا اشتريت هالدابه بدون كفيل. جاء واحد وقال هاي مالتي. صحيح. وقلت له ما اعرفه. اذا انا المسؤول. انت المسؤول. مو بالضبط. هاي من اشتريتها من استاذ ماجد. يابا هاي استاذ ماجد وانت استاذ ماجد. ممتن لك لهاي الملاحظه. يا استاذ عيني. يبا انتم واقفين يا عمكم ابو اثير. بس احنا مثل ما قال ابو اثير. استاذ هاي مصلحه. بس هاي المصلحه ما تفيدهم. لا احنا الدراسه تفيدهم. راح تبدي المدارس. الدراسه الدراسه. ها فريدكم تركزون على مدارسكم. ايه. مو جايين هنا تخطون بالجوبه.
زين؟ لا 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 دراسة دراسة ما في تعليم فاشل. لا 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 ما التعليم ليش فاشل؟ تجاوب الجواب. لا 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 التعليم مو فاشل. الشهادة سلاح بحزامك. تعليم فاشل. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها. اي والله. والجهل يخفض بيوت العز والكرم. الشهادة سلاح حاطه بحزامك، ايش وقت يجيك العدو تطلع سلاحك وتتخطى. طبعا؟ اي طبعا. هاي ما تفيد المصلحة، احنا مرات نطلع الراتب بيوم. لا هي المصلحة تفيد. بس الى جانبها العلم اكيد اي شهاده بس الراتب أيضاً. الراتب والوظيفه ضمان منها اي استاذ ضمان ضمان نعم نعم ممنون لك عين استاذ ابو اثير عين. اريد من خلالك انقل فد ملاحظه عين استاذ احنا اكو مبدا قانوني يقول او عباره أيه؟ تقول القانون لا يحمي المغفلين احسنت اي لا يحمي المغفلين لذلك يعني احنا مع شديد احترامنا أيه؟ لكل واحد مشتري ما نريد نقول مغفلين لكن نريد نقول انت مو تتورط وتجي تخابرني ساعه تحكي وياي في سبيل انه مثلا لا انت لا لا. يعني هسه انا شو اسوي لك هسه استاذ بارحه واحد خابرني اي عنده اشكال دابه مشتريها سبحان الله ومصوره بقناتك اي وحافظين التصوير مالها هسه اليوم راعيها تقعد وقاعد تبشره وهذا هذا هو وهذا التصوير يثبت اكيد طبعا ثبتها ثبتها يعني نعم ممنون لك عين استاذ الله يحفظك الحج علي المنصور من قريه خريبيش نتشرف بي وبهالي ابو خريبيش سمك هاي حجينا ايه؟ ابو خريبيش ليش سموها ابو خريبيش ابو خريبيش هاي كان خربوش العزبيه مال الشعر اها ايه؟ ماخوذ من خربوش العزبيه العزبيه خربوش سموها ابو خريبيش خير ان شاء الله ايه؟ منا سلام لابو خريبيش ويسلمك الله يحفظك الله يعزك عيني عبود عبود على راسي على راسك عيوني سؤال لو معلومة سؤال تحياتنا إليك ولمتابعيك الكرام وتحيات خاصة لأبو سلام ذهب صلي عزيز لو شوية أنت صاير بالفيل لو شوية ترجع لي ورا شوي ها كافي اي سؤال اليوم اي ما هي حكمة الله سبحانه وتعالى من جعل الماء لا لون ولا رائحة ولا طعام سؤال من هذه الحكمة سؤال روعة وحكمة والشغلة الثانية إيه؟ لماذا السائل بالأذن مر إلى أبعد الحدود هين هنا أسئلة علمية علمية إيه؟ ولماذا طعم الفم نفس طعم الماء الفم لا رائحة ولا طعم ولا لون ممنون لك تحياتنا الله يبارك فيك ويحفظك متابعينا الكرام وصلنا وياكم إلى نهاية مقطعنا لهذا اليوم اللي نتمنى أنه عجبكم إذا عجبكم لايك وإذا ما عجبكم ديسلايك وتحياتي للجميع.